السلام عليكم. لا يزال المغتربون اليمنيون بانتظار تحرك الحكومة للحد من تبعات فرض السلطات السعودية رسوما على مرافق المقيمين وتابعيهم من الأقارب والعاملين. الرسوم بدأت منذ مطلع يوليو الجاري بمئة ريال وستتضاعف حتى تصل إلى 400 ريال عن الشخص الواحد بحلول يوليو عام 2020. هذا القرار سينعكس سلبا على ظروف المغتربين وسيؤثر مباشرة على استقرار أوضاعهم المعيشية، وبالتالي ستتأثر مئات الآلاف من الأسر اليمنية التي تعتمد اعتمادا كليا أو جزئيا على تحويلات ذويهم العاملين في السعودية، كما أنه لم يراعي الوضع الاستثنائي الذي تمر به اليمن. مراقبون رأوا في القرار توجها صريحا لترحيل الناعم للعمالة على الأمدين المتوسط والبعيد، فيما رأى مختصون أن القرار بحد ذاته سيؤثر على الاقتصاد السعودي، لأن دخل السعودية من الرسوم المفروضة لن يتجاوز 11 مليار ريال، بينما ستخسر في حال رحيل العمالة المتضررة 45 مليار ريال. في حلقة اليوم سنناقش آثار القرار على حياة المغترب اليمني وتبعاته، وما يجب أن تقوم به الحكومة والسفارة والقنصلية تجاه المغتربين في السعودية. قبل النقاش اسمحوا لي أن أرحب في هذه الحلقة من بين قوسين. سيكون معنا عبر السكايب من جدة الناشط الحقوقي والمهتم بشؤون المغتربين سلمان الشريف، ومن نيويورك الناشط السياسي إبراهيم القعطبي، ومن مأرب الناشط الحقوقي محمد الغليسي. قبل النقاش فاصل قصير. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدا هذه الحلقة مع الناشط الحقوقي والمهتم بشؤون المغتربين سلمان الشريف من جدة. مساء الخير سلمان. مساء الخير عليك يا أستاذ بشير وعلى طاقم قناة بلقيس وعلى إدارة برنامج بين قوسين، البرنامج دائما الذي يتلمس معاناة المغتربين والمواطنين ويفتح دائما نوافذ في جميع أرجاء الوطن. مرحبا بك سلمان. البداية، كيف تلقيتم أنتم كمغتربين في المملكة العربية السعودية قرار فرض الرسوم على المقيمين في المملكة؟ تلقى المغترب اليمني بشكل عام هذا القرار كصدمة كبيرة حلت به وطامة أخرى ضمن المآسي التي تحل بالمغترب اليمني، وهو يعاني فقدان الوطن، وأيضا يعاني صعوبة إعالة أسرته في اليمن وأسرته هنا والتنسيق بين أسرته وأرحامه وأقاربه. إضافة إلى هذا أتى الثقل الرسوم الجديدة، وبالتحديد على من لديهم عوائل ومن لديهم تابعين ومرافقين هنا في المملكة العربية السعودية، فكانت صدمة شديدة تلقاها المغترب اليمني بالفعل منذ بداية الاقتراب. نعم. طيب سلمان، إذن المغترب الآن اليمني ربما مثل ما تحدثت جاءت طامة وصدمة كبيرة بالنسبة لهذه الرسوم التي فرضت عليه. إذن الآن بعد أن فرضت هذه الرسوم وأصبحت واقع وبدأت المملكة تنفذ هذه الرسوم وتبدأ بفرضها وجمعها من جميع من هو مقيم في المملكة العربية السعودية، هل المغترب اليمني الآن بات تتقبل الوضع، أم سمعنا الكثير بأنه بدأ اليمنيون يرحلون من المملكة ويبحثون عن وطن آخر للعيش فيه أو العودة إلى اليمن؟ في البداية أستاذ بشير، طبعا الأمر هذا هو أمر سعودي شأن داخلي، هم لهم الحرية التامة بإصدار أي قرار ونحن لا نعترض عليه أبدا. دائما وجدنا في الغربة كي نحترم قوانين البلد اللي احنا موجودين فيه، وأعتقد نحن الجالية الوحيدة التي تتقبل أي قرار بأريحية ورحابة صدر، ولكن في ظل الظرف والوضع الإنساني الذي أزاد على كاهل المغترب اليمني زاد عليه هم آخر. طبعا مثل هذه الأسر، طبعا أعرف كثير من المغتربين اليمنيين أغلبهم جد ووالد المملكة ووالده أيضا، وهو أيضا ولا يعرف شيء عن وطنه الأم اللي هو اليمن. أيضا من لديهم أسر كبيرة أكثر من 10 أشخاص أو 7 أشخاص أو 8 أشخاص، فدائما طبعا المملكة هي لا تحتاج إلى تجميع الرسوم هذه، بمجرد أن تريد أن تجدد إقامة أو تصدر تأشيرة خروج وعودة تنطبق عليك الرسوم تلقائيا وتنزل في رصيدك اللي هو الرقم الوطني أو رقم الإقامة عند إصدار أي تجديد أو خروج عودة. فلذلك مثل هذه الرسوم كما ذكرنا أن المملكة لها الحرية التامة، ولكن نحن من خلال هذا البرنامج عبر قناة بلقيس نحن هنا
نرمي الكرة ونتكلم ونناشد ونرفع أصوات كل مغترب يمني إلى الحكومة اليمنية ممثلة بفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر ورئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن داغر، نحاول أن نوصل لهم معاناة المغترب بالظروف الاستثنائية هذه، بما أنها حكومة مغتربة معنا من أكبر هرم في الدورة إلى أصغر موظف مغتربين معنا في المملكة العربية السعودية، أقل القليل أن يطالبوا الإخوان في الجانب السعودي بتسهيلات أقل شيء يعطوا اليمني استثناءات حتى تعود اليمن كما كانت في السابق ويستقبلون الوطن. هذا الذي نطلبه، احنا لا نطلب من المملكة مثلا استثناء اليمن بشكل عام، لأن هنالك جاليات على مستوى المملكة من جميع أنحاء العالم ومثل هذه الرموز الرسوم هذه يحسبها الاقتصادين السعودي المحلي السعودي أنها مبالغ ضخمة ستدخل لخزينة الدولة، لذلك احنا نطالب باستثناءنا في الوقت الحالي وفي ظل الظروف الأمنية والمعاناة التي يواجهها المغترب اليمني. نعم، كيف ستتأثر سلمان حياة المغترب ومعيشته على الأمد القريب والبعيد بالنسبة لهذه الرسوم؟ طبعا ستتأثر على المغترب اليمني، أن المغترب اليمني سيقلص أول شيء من إعالة أسرته في الداخل، البعض لديه أسرة هنا وأسرة في الداخل، سيضطر عن إيقاف مصاريف من هم في الداخل، أيضا من هو من يسجل أولاده في مدارس أهلية لا يستطيع توفير رسوم المدارس الأهلية، أيضا الإيجارات إذا ضربنا مثلا متوسط دخل المغترب اليمني راتب 2500 ريال، يا أستاذ بشير لديه إيجار شقة بالسنة ما يقارب 20,000 أو 18,000 كحد أدنى، عندك متطلبات يومية، عندك فواتير كهرباء وما، عندك مدارس، عندك انترنت، عندك تلفون، عندك متطلبات الحياة اليومية من مصاريف، أعتقد أن المغترب اليمني لا يستطيع أن يوفي مثل هذه المتطلبات في الوقت الحالي، وفي بداية 2018 سيضاف لذلك قصيد كبداية على كل مقيم وهو رب الأسرة بسداد رسوم 400 ريال كحد أدنى، ثم تطور إلى 600 ريال ثم إلى 800 ريال، فتصبح مبالغ باهظة، يستطيع العامل أن يستلم الراتب من هنا ويسدد فيه رسوم من هنا، وأعتقد أن الأمر هذا شبه مستحيل، ولكن الله سبحانه وتعالى هو المتكفل برزق عباده. نعم سلمان، سمعنا في الفترة الماضية بأن هناك ربما توجه أو بعض وسائل الإعلام تحدثت بأن نائب الرئيس بدأ يتحرك بهذا الملف، وأنه يعني انتشر عبر وسائل الإعلام أنه سيقوم ب يعني خطاب رسمي مع المملكة العربية السعودية لعمل حل اليمنيين استثنائهم على الأقل في هذه الفترة التي تمر بها اليمن بالأزمة والحرب. طبعا مثل هذه التحركات هي التحركات الصحيحة التي يجب اتخاذ خطوات بالفعل، طبعا قد تكون أنت كإعلامي أو قناة بلقيس أو إعلامي أو أي ناشط تحاول أن يوصل صوت الناس، لكن لا يتم التجاوب مثل هذه المطالب. التحرك الرسمي من قبل رئيس الجمهورية يقوم بطلب اللقاء بالملك سلمان بن عبد العزيز صاحب القرب الرحيم الذي دائما يعطي اليمنيين أولى اهتمامه امتدادا إلى مكرمات سابقة، أعتقد ما هو بصعب يعني أن الرئيس عبد الرب منصور هادي يحمل ملف المغتربين ويذهب هذه المرة ولو لمرة واحدة، يذهب ويتفقد أحوال المغتربين ويراجع بعدهم. كذلك أيضا إذا لم يتحرك عبد الرب منصور هادي، الخطوة الثانية هي تقع في ملعب أو في أرضية نائب رئيس الجمهور علي محسن الأحمر، يطالب بلقاء استثنائي بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، الأمير الشاب صاحب الرؤية الاقتصادية 2030، والذي أعتقد لا يبخلون على إخوانهم في اليمن، إخوانهم في الجورة، إخوانهم في الدين، في العروبة وما قدموا، وطبعا من ضمن إيفائهم بتعهداتهم لإخوانهم في اليمن بإعادة الأمل، فإذا كان إعادة الأمل سيكون إعادة الأمل هو للمغترب اليمني الذي يعود إلى ثلاث إلى أسرتين إلى أربع أسر في اليمن. أعتقد مثل الأموال التي تمنح لليمن لا تصل إلى المواطن البسيط كما يوصلها له المغترب عن طريق الحوالات المالية التي يبعثها في ظل انقطاع الراتب في اليمن، في ظل الملاحقات من قبل الميليشيات الانقلابية لبعض من هم موجودين هنا في المملكة. ففي ظل الظرف الصعب هذا أتمنى من الحكومة بسرعة اتخاذ خطوة سريعة جدا لإنقاذ ما يتم إنقاذه من قضية المغترب اليمني وتلافيها اليوم قبل بكرة. نعم سلمان، منهم مغتربين من اليمنيين ربما مر على اغترابهم من 20 من 30 إلى 40 سنة، وكما تحدث سابقا أنه لا يعرفون أحد في اليمن ولا يوجد لهم أي علاقة باليمن، هؤلاء الناس كيف تلقوا هذا القرار؟ ومن خلال قربك منهم ما الذي يريدون؟ ما هو المستقبل بالنسبة لهم الآن بعد هذا الرسوم التي فرضت عليهم؟
طبعا يا استاذ بشير، لا يخفيك سرا ان الكثير من الموجودين في ارض الوطن هم يظنون ان المغترب هنا يغرف الفلوس غرب، هم لا يعلمون ان المغترب بالكاد يغطي مصاريفه، فمثل هذه الرسوم عند ياتي اخي الكريم المقيم بتجديد اقامه ولديه تابعين ومرافقين يطلع عليه مبلغ، انا اعرف شخص طلع له بحدود 51700 وكسور هو الفارق او المقابل المالي مقابل الرسوم الاضافيه التي اضيفت الان. مثل هذه المبالغ اذا دفعت بالسنه او بالعامين او بالثلاثه لا يستطيع، وليس للمغترب اليمني هذا المبلغ، المغترب اليمني بالكاد الحين انه يسدد ايجار بيته ويتوفى يعني يوفي بالتزامات اسرته هنا ويلفي بالتزامات اسرته في الداخل بالكاد في ظل الوضع الانساني، ما عاد فيش مغترب الحين انه يحاول انه يامن نفسه ويرفع ويامن مستقبله، لان لو قلنا كحد ادنى راتب 2500 والحسابه عندك وانت حسبها وشوف كيف، انا استغرب من الحكومه الى الان لم تتخذ اي خطوه لا يوجد اي مبادره، ومن يريد ان يسجل اي خطوات نجاح من ظهر المغترب اليمني الان حانت له الفرصه ان ان انه يسجل ويجيب حضوره ويخدم الناس، اكبر شريحه موجوده داخل اليمن هم المغتربين اليمنيين، هم اكبر حزب، هم من وقفوا مع الوطن في ظل الظرف القاسي وفي ظل المحن، هم من امدوا الوطن بالداخل ودعموا الاقتصاد اليمني بالسيوله النقديه الكبيره والحوالات الهائله التي تاتي من ارض التراب واغلبها من المملكه العربيه السعوديه. نعم سلمان، احنا تواصلنا حتى يعني يكون المشاهد الكريم بمعرفه تامه، تواصلنا مع وزير المغتربين، تواصلنا مع في وزارة الخارجية، تواصلنا مع المعنيين بالحكومة بشكل عام، حتى من أدنى يعني منهم في السلك الدبلوماسي وحتى في القنصلية في الجالية، الجميع رفضوا التحدث معنا أو المشاركة، علنا يعني نصل صوتكم ولعلهم يتحركوا لعمل شيء لخدمة المغترب، لكن للأسف الجميع اعتذر عن المشاركة والجميع يتنصل من المسؤولية. سلمان اسمح لي بس أن نشرك معنا في الحديث من نيويورك الناشط السياسي إبراهيم قعطبي، ومرحبا بك إبراهيم. بمشاهدينك الكرام أهلا بك أستاذ إبراهيم. في البداية بالتأكيد أنت متابع وترى وتسمع ما حدث من فرض رسوم على المغتربين في المملكة العربية السعودية، أنت أحد اليمنيين المغتربين في الغرب في أمريكا، إذا وضعنا مقارنة بين كيف يتم التعامل مع المغترب من أي بلد كان في الغرب وأيضا في المملكة العربية السعودية. أنا في اعتقادي أولا كان قبل أن تصدر المملكة العربية السعودية هذه الرسوم ضد المغتربين في المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية تدرك ما يجري لليمنيين من معاناة إن كان ذلك من خلال الـ 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 الأمراض التي انتشرت في اليمن أو ارتفاع نسبة المجاعة والفقر وأيضا الدمار الذي لحق باليمن، فلذلك أنا في اعتقادي كان يجب على المملكة العربية السعودية أن تستثني اليمنيين لأنها تقود أصلا، هي ليس بحاجة إلى توصية من الحكومة اليمنية ولا من المواطنين اليمنيين لأنها تقود أصلا حرب في اليمن هي بحد ذاتها، وكثير من اليمنيين متضررين بسبب الحرب والحصار، وأيضا هناك أكثر من 1.5 مليون يمني في المملكة العربية السعودية يعولون كثير من الأسر بل ملايين الأسر في اليمن، فإذا كان إنشاء مركز سلمان يعني للإقاثة هنا هي الإقاثة الحقيقية، اليمنيين الذين يوجدون في المملكة العربية السعودية والذين يعملون ويقومون بإعانة أهلهم يعني في اليمن كان مفروض أن يستثنوا من هذا القرار. لا أدري لماذا تواصل المملكة العربية السعودية هذه السياسة ضد اليمنيين وهي تقود حرب في اليمن، يعني على سبيل المثال في الآن في الدول الغربية التي تحسب على أنها مسيحية تقوم بإعطاء اليمنيين الحصانة وتعطي اليمنيين اللجوء وتوفر لهم فرص الأعمال وتراخيص للأعمال دون أي مقابل، وبالعكس الدولة التي تقود حرب في اليمن وهي جارة لليمن يعني تقوم بجلب أو بهذه الرسوم ضد اليمنيين، وهذا شيء محزن. فلذلك يتساءل اليمني العادي نعم استاذ ابراهيم، لكن الجميع الاول بعض يتحدث مثلا حتى من اليمنيين المتواجدين في السعوديه يقولون بان هذا قرار لم يشمل اليمنيين فقط ولكن جميع من هم مقيمين في المملكه العربيه السعوديه من مختلف الجنسيات، اذا لماذا يعني يريد اليمنيون ان يكون لهم استثناء عن بقيه الجنسيات الاخرى؟
هنا يعني معظم الدول أو مواطنين الدول التي يوجدون على أرض المملكة العربية السعودية هم عادة من جنوب آسيا، يعني من دولة البنغلاديش ودول أخرى كالهند وغيرها. هذه الدول لا يوجد فيها أي اضطرابات أو حروب كما يوجد في اليمن. اليمن الآن من أكبر الدول التي تواجه المجاعة، بل الدولة الأكبر التي يوجد فيها مجاعة إنسانية وحرب لها يعني أكثر من عامين، ويعني المرض الكوليرا انتشر بشكل كبير. نحن بحاجة إلى مساعدة أكثر من أن يفرض علينا رسوم، يعني وليس ذلك فحسب، لكن المملكة العربية السعودية تخوض حرب في اليمن. هناك دمار كبير لحق بالبنية التحتية وحصار، يعني اليمني لا يستطيع حتى الدخول والخروج إلى اليمن لكي يعيل أو يعول لأسرته. فلذلك هي هناك يعني مسؤولية إخلاقية وقانونية على المملكة العربية السعودية تجاه المواطن اليمني، كونها أولا تقود حرب. بعض الدمار الذي يجرى في اليمن بجانب ميليشيا الحوثي وصالح يأتي من قوات التحالف التي تقودها المملكة العربية السعودية. فلذلك هم ليسوا مستثنين، ولا يجب أن يكون اليمنيين فقط استثناء، وإنما يجب عليهم أن يدعموا اليمنيين بشكل أفضل وأكثر، يعني وإلا فما الفائدة في الحرب في اليمن؟ وما هي بأي مسميات نسميها الدولة الجارة؟ هل باعتقادك أستاذ إبراهيم بأن هذا يعني هذا الرسوم وهذا القرار في المملكة العربية السعودية هو خدمة للانقلابيين؟ البعض يرى بأن ربما معظم هؤلاء المغتربين إذا أصبحوا عديمي الحيلة ربما يتوجهون إلى الانضمام لميليشيا الحوثي والمخلوع. ما رأيك بهذا الطرح؟ كل شيء وارد، يعني لا نستطيع أن نقول بأن اليمنيين بغرض أنه تم فرض رسوم عليهم سيتوجهون إلى ميليشيا الحوثي وصالح، لكن ستكون هناك الإساءة. يعني إذا كنا ننظر إلى علاقات على المستوى على المدى الطويل بين اليمن والمملكة العربية السعودية، فهي يجب عليها أن تبدأ بالمعاملة الحسنة نحو المواطن اليمني أو العامل اليمني المتواجد على المملكة العربية السعودية، وهو ليس يعني لا يطلب المعونة المجانية وإنما يطلب بعض حقوقه في البلدان الثانية للعامل حقوق، وهذا يجب أن تكون جزء من الحقوق. فما بالك في حالة استثنائية كالحرب الذي يجري في اليمن؟ وما هو الفائدة، ما هي الفائدة من دولة جارة نحو مواطنين دولة جارة ومسلمة وعربية وفيها حرب ودمار وأمراض؟ إذا لم يكن الآن، هذه هي الشيء الذي يجب أن يركز عليه الآن. ونحن لسنا بحاجة إلى الصدقات، يعني أنه يجب أن لا يكون ينتظر الحكام في المملكة العربية السعودية الطلب من أجل المكرمة، يعني فلذلك يجب أن تنتهي هذه المهزلة المكارم والصدقات. يعني هناك حرب تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادتها، هناك حصار لا يستطيع المواطن اليمني أن يدخل ويخرج إلى اليمن بسهولة بسبب هذه الحرب وهذه الحصار. فلذلك عليها مسؤولية قانونية وأخلاقية ومسؤولية دعم تجاه الشعب اليمني، ولا فلتنهي الحرب وتدع اليمنيين يتصرفون كما يشاءون ويذهبون أينما يشاءوا. نعم، طيب أستاذ إبراهيم تكرم بالبقاء معي، وأيضا الأستاذ سلمان الشريف. سنذهب الآن لمتابعة هذه التصريحات، استطلاع مصور عن موضوع الحلقة وفرض الرسوم على المغتربين في المملكة العربية السعودية، ومن ثم نكمل النقاش. إنه بسبب الفروض اللي أتت بها السعودية على المغترب اليمني، فقد أثر ذلك على الطالب اليمني وسبب مشكلات، لأنه يعني في بعضهم يريد أن يدرس أو يدخل عياله السعودية، فذلك حاضر عليه ما يقدر شيء، لأنها فرضه يعني رسوم عليهم كلهم. نرجو من المسؤولين بداخل السعودية أن يراعوا ظروف اليمنيين على اسمه حدوث هذه الأزمات والحروبات، لذا مراعاة المغتربين داخل السعودية. ما أدري هل هم يشتغلوا اسمه لديهم أولاد وأبناء وأهل أهلهم اسمه في الأخير تخرج أكثر من الناصفة للسعودية. طيب من يشقوله؟ يشقول الأسرهم ولا يشقول السعودية؟ نرجو من المسؤولين والباء التعاون مع المغتربين اليمنيين. نحن نريد أن نذكر بعض الأمور التي قامت بها المملكة العربية السعودية أمام المغتربين اليمنيين من أعباء ثقيلة جدا
وهي التي منعت أغلبية اليمنيين من الدخول والبقاء في المملكة العربية السعودية، وكذلك حملتهم أعباء وخسائر فادحة. فنرجو من إخواننا الأشقاء في المملكة العربية السعودية التعاون معنا في هذا الجانب، بحكم أنه طبعا أهل الوالدة وأهل الوالد في السعودية، في منهم مجموعة في مكة، بقالهم تقريبا فوق خلينا نقول 50 سنة من أيام جدي وهم ساكنين في السعودية. فلما يجي شخص مغترب هذه السنين كلها وما زالت تفرض عليه رسوم إقامة بمبالغ كبيرة، وكل سنة كانت يعني بتزداد عن السنة اللي قبلها، غير كذا آليات المعاملة، الفترات اللي بيعاملوا فيها، الكفلاء اللي بيستغلوا الوضع الحالي بتأثر على الأسر، خصوصا إذا كانت الأسر هذه طبعا اليمنيين في السعودية ما يستطيعوا يكملوا دراستهم إلى الجامعة، فأغلبية أسرنا هناك ما بتكملش لأنها هي أصلا هناك عايشة بس ما بتقدرش تكمل كونها يمنية. فيعني أنت تخيل كيف الوضع بيصير لما يكون مش قادر يكمل عيشته، مش محصل الشغل اللي بيقدم له المبالغ ذيك الهائلة اللي بيروح بيقدمها للحكومة السعودية كإقامة، رسوم للإقامة، بالإضافة للكفلة اللي بياخذوا مبالغ كبيرة للمعاملة، يعني كل مالها بتضيق عليهم الحياة هناك، بيضطروا انهم بيحاولوا انه يوقفوا أعمال يوقفوا فيصيروا على الدولة. أعتقد إنه إذا كانوا يفرضوا الرسوم يعني ما حنقولش نوقف الرسوم، يعني في الأول وفي الأخير هم دولة بتحتاج لعائدات مالية. إذا كانوا حيفرضوا الرسوم بمبالغ معقولة استنادا حتى لفترات سنين وجود الأشخاص هناك وشهايدهم ومؤهلاتهم، ممكن كانت تدي فرق يعني. فاللي قليل تعليما ممكن يكون رسومه استنادا لأسرته وعدد أسرته، حتى إذا كان أسرته هناك كامل ممكن يكون أقل من إنه يطرحوا على الفرد المبلغ الكبير ذاك. المواطن اليمني يعاني الأمرين في الداخل وفي الخارج، والإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية ضد المواطن اليمني إجراءات مجحفة جدا بحقه، حيث أن هذا المواطن لا يستطيع العودة إلى بلاده في هذه الأوضاع الراهنة، ولا يستطيع أصلا يعني حتى إذا كان في اليمن لن يجد العمل، لن يجد المكان الآمن، وحين يتوجه إلى السعودية، السعودية التي هي مشاركة في التحالف للقضاء على الانقلاب في اليمن، المفترض بها من خلال هذا التحالف أن تكون اليد البيضاء التي تمتد لليمنيين في الداخل السعودي لإنقاذهم من كل الظروف الصعبة التي قد يعانون منها. المفروض أن ينظر لليمني بعين مختلفة عن البقية، أن يدفع له بشكل أعلى، أن يكون أيجار اليمني، أجرة اليمني أن تكون أعلى مما هي عليه الآن. المواطن اليمني لا يزال عمالة رخيصة، وأن تفرض عليه هذه الأتاوات يعني أمر يفوق التصور، أمر مجحف بكل ما للكلمة من معنى. حياكم الله مشاهدي الكرام. إذا تابعنا مجموعة من التصريحات التي ربما لخصت المعاناة التي ستنعكس على حياة الناس واللي هم في اليمن وأقاربهم مغتربون في السعودية أو العكس. أعود إلى جدة عبر السكايب مع سلمان الشريف الناشط الحقوقي. سلمان، عدنا لك من جديد. هذا القرار الذي الآن وهذه الرسوم، هل هي تضاف أيضا لحق الكفيل لمن هو مقيم في المملكة العربية السعودية، أم رسوم الكفالة ألغيت وأقرت هذه الرسوم فقط؟ دعني يا أستاذ بشير أعود من حيث ما تركتني وانتقلت للأخ الضيف القدير الذي كان قبلي. نعم. طبعا عندما تقول تواصلنا مع المسؤولين وناس بالخارج وبالسفارة، يا أخي الكريم، مثل هؤلاء الناس أنا أراهن على حصان خاسر، لا يمكن أنهم يطلعوا يتكلموا عن أي مغترب. ايضا هنالك لهم ملحقين اعلاميين وجودهم مثل عدمهم، وللاسف الشديد فكل هذا يقوم بعض ناس دبلوماسيين داخل السفاره او القنصليات بالابلاغ عمن يتكلم عن المغترب اليمني، يقوم بالابلاغ عنه للسلطات السعوديه ان هذا الشخص يتكلم عن المغترب ويوصل صوته، عندما تقوم بايصال صوت مسجون في السجن تعدت فتره سجنه بدون ما تراجع على السفاره، عندما تعري سوءاتهم، عندما تتكلم عنهم يقومون بالابلاغ عنك، هذا الذي هم شاطرين فيه. اما يطلعوا يتكلموا على المغترب ويتكلموا بمعاناه المغترب، يحاولوا يؤدوا دورهم الذي اوكل اليهم، كل واحد يقوم بوظيفته، لا وجود لهذا. هم يبحثوا بعد الكراسي والمناصب والمبالغ من اي تاتهم لا اكثر، واكثر منهم هنالك الكثير ممن يرفعون الضغط الاعلام، هم
هم لديهم استثمارات وخائفين على استثماراتهم ومشاريعهم. نعم. أيضا أتكلم على الشق الآخر، عندما تقول الانقلابين في اليمن، دعنا نتكلم بصحيح عبارة، صرح بما يسمى رئيس اللجنة الثورية محمد علي الحوثي أن من ظلم في المملكة هنالك معسكرات تنتظرهم، بمعنى صحيح العبارة تعالوا نحرضكم ضد المملكة. نحن نوجه رسالة هنا لحكومة الانقلاب، مهما حصل بيننا نحن والمملكة وما أتت من قرارات سنظل إخوة، وأعتقد أنهم قلوبهم أرحم علينا أفضل منكم يا من عدتم في اليمن فسادا. أما بالنسبة للرسوم، هل هي تضاف إلى رسوم الكفيل؟ كما نعلم أن أغلب اليمنيين لا يعملون لدى كفلائهم، هم يعملون في أماكن أو أعمال أخرى يعطون كفلائهم طبعا، وهذا مخالف هنا في نظام وزارة العمل السعودية، يعطون مبالغ للكفيل مقابل التجديد ومقابل كذا. الآن إضافة على الرسوم هذه تضاف إليها 2400 رسوم مكتب العمل، أيضا رسوم تجديد الإقامة، رسوم التأمين الطبي له ولعائلته، أيضا المبلغ الذي متفق هو بينه والكفيل. فلذلك أعتقد أنه ستكون الضربة الأخيرة في نعش المغترب اليمن. أتمنى من المسؤولين كما تكلمنا ابتداء من رئيس الجمهورية إلى أصغر من إلى أصغر مسؤول في الحكومة اليمنية أن يحمل الأمانة في عاتقه، لأن مثل هذا العدد الكبير الهائل إذا عاد اليمن ستكون مأساة تتضاعف، إضافة إلى مأساة الكورلا وتفشي الأوبية، وأيضا إلى عدم وجود رواتب، وإلى وجود الرجود الاقتصادي، وعدم وجود كهرباء في المناطق مثل الحديدة. نعم. وعدن، وعدم وجود بنية تحتية، وعدم وجود تأمين خطوط، وعدم 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 تقصير كبير من قبل الحكومة. يا رجل، حكومة موجودة في الاغتراب لا تقوم بحل وضع المغترب اليمني، لا يشرفنا أن تكون حكومتنا بالأصل. نعم. طيب سلمان، أنتم الآن كمغتربين وهي أرقام كبيرة متواجدين في المملكة العربية السعودية، ألا تستطيعون أنتم كمغتربين تشكيل أي ضغط على السلطات اليمنية، القنصلية، السفارة، أي جهة رسمية في المملكة العربية السعودية من أجل التحرك لعمل أي حل لكم؟ يا أخي الكريم تشكل ضغط عندما نحن نتكلم، قلت لك نرفع ونوصل مثلا صفحتي بالفيسبوك يا أستاذ بشير، والله العظيم إنها صفحة توصل كل منشور للمغترب وكل معلومة وكل قرار وكل شيء جديد لا أتقاضى من خلالها هي أجل أو أحلم بأي منصب أو أي صفة. نحارب محاربة كبيرة، مجرد أن هنالك ناس يتبعون الأريا الفلانية يتبعون ويروحون يقدموا عليك بالقنصلية شكاوي ويريد رفعها إلى الخارجية، يريدون أن يدعوك السجن. فإذا كانت المحاربة من قبل سفارتك ومن قبل بعض أعضاء الجالية لكي لا توصل صوت المغترب اليمني، كيف نوصل صوتنا؟ لكن حكومة المملكة لها قراراتها ولها السيادة في بلدها، وهم دائما حتى يتقبلوا مثل هذه الشكاوي بنظر الرحمة ويعرفون الحق من الصواب، لكن للأسف الخطأ فينا أنفسنا. إذا أصلحنا ذات بيننا وصل لنا حكومة تتكلم علينا وتوصل أصواتنا ومعاناتنا، ويحاولون أن يطرقوا أبواب المسؤولين السعوديين ويحملون ملف المغترب فقط، لا يحملون ملفات شخصية، لذلك سيحترموا. عندما يكون وزير مغتربين ذو شخصية قوية سيحترم وينفذ له القرار، عندما يكون رئيس الجمهورية رئيس شجاع ولديه قرار يتحرك. يا رجل كنا نقول على عفاش الذي بات حكمه، والرجل الذي في مرة من المرات تم رفع قرار على المغتربين اليمنيين المتواجدين في المملكة، ويذكر كثير من المغتربين في حول التستر على المغترب اليمني، تحرك يا رجل بطائرة خاصة والتقى بالملك فهد آنذاك، الملك فهد الله يرحمه في مطار الملك خالد في الرياض، وناقش معه موضوع العلاقة اليمنية، وعاد من المطار ولم يدخل الرياض، وتم استثناء العمل اليمنية. أين دورك يا عبد ربه؟ فلذلك هم يريدون أن نرجع نترحم عن النظام السابق، لكن هذا من أتوا وهم تدوير من نفايات الشرعية يريدون أن يوصلون الكلام هذا، لكن كلا ولن نتغير عن موقفنا. نحن مع الإخوان الأشقاء الإخوان السعوديين، وهم قدمونا كل التسهيلات وما غريب عنهم، وأعتقد أنهم سيقومون بإجراء خطوة ترحمية أمام المغترب اليمني. نعم. دون حتى ما يتابع تبعنا المسؤولين. طيب سلمان، عن المسؤولين بشكل. نعم سلمان، يعني اسمح لي أن أنتقل إلى الأستاذ إبراهيم القعطبي الناشط السياسي. أستاذ إبراهيم، كيف تقرأ من وجهة نظرك أنت، من وجهة نظر السياسية، هذا الصمت من قبل الرئيس، من قبل الحكومة، من قبل السلطات الرسمية بعدم وجود أي تحرك لعمل حل للمغترب اليمني؟ لأنه كما ذكر البعض ذكر الزميل، يعني هؤلاء لا يبحثون إلا عن مصالح شخصية، يعني أصبحوا ليسوا رجال دولة، ولا يهمهم إثارة ما يوجد في ما يواجهه المواطن اليمني. السفارات، معظم السفارات اليمنية لا تقوم حتى بالواجب الأدنى نحو
الخدمات التي أنشئت تلك السفارات من 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 أجلها، كمثلا تسهيل الطلاب يعني خدمة الطلاب، خدمة المغتربين، حتى إعطائهم جوازاتهم في الأوقات المحددة. هناك مشاكل كثيرة داخل السفارة نفسها، فما بالك عن يعني ما يواجهه المواطن أو المغترب اليمني في دول الاقتراب. وهذا مشكلة حقيقية، ولا يوجد لدينا آليات، يوجد يعني مسؤولين يبحث عن العلاقة الشخصية، يبحث عن الدخل الشخصي، يبحث عن الاختلاس. وهذا مشكلة حقيقية في النظام السياسي اليمني أو في العقلية السياسية اليمنية. يعني لا يوجد حقيقة إلا للعدل القليل من يودون أن يخدموا أبناء طيب. وطنهم. طيب أستاذ إبراهيم، أستاذ إبراهيم، المملكة العربية السعودية الآن تقود التحالف العربي من أجل إعادة الشرعية في اليمن، من أجل خدمة الشعب اليمني. كيف سينعكس هذا القرار وهذه الرسوم على القضية العامة في اليمن؟ أقصد هنا إعادة الشرعية ودحر الإنقلابيين. أنا في اعتقادي ما يجري الآن في الآونة الأخيرة من خلال التحالف العربي هو يعني إذا كان هدفهم المعلن إعادة الشرعية وتأمين الحدود مع اليمن ويعني إنهاء المد الإيراني، هم الآن تصرفاتهم في اليمن تجلب لهم العكس. يعني هم الآن يعادون الشعب اليمني، هم الآن يدعمون الانفصال بشكل واضح في الجنوب، يعني من خلال الميليشيات الحزام الأمني وعدم إرجاع الحكومة والرئيس هادي إلى أو مساعدتهم إلى الرجوع إلى الأراضي المحتلة، عدم التحرير، عدم مساعدة الأخوان أو الناس في محافظات تعز وفي محافظة البيضاء وذمار وكثير من المناطق التي بحاجة إلى تحرير وسند نعم. يعني مالي ومعنوي وعسكري. فلذلك أنا في اعتقادي ستكون هناك يعني السعودية ربما ستسقط في الحفرة التي كانت تحاول أن تتجاوزها أو تتجنبها. يعني ما يتم الآن هو يعني معاداة الشعب اليمني بشكل مباشر، فلذلك سيكون هناك سخط، وحتى ولم يعني هو سخط تحت كالنار تحت الرماد. يعني ربما لم يظهر الآن بسبب ما يجري في الوطن، لكنه على المستوى الطويل سيكون له أثار سلبية تجاه المملكة العربية السعودية ودول الخليج وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة. بالعودة إلى أحد النقاط المهمة عندما نتحدث، يعني هذا أصلا إضافة يعني الأجور الرسمية التي يعني ستفرض أو فرضت على المواطن اليمني في المملكة العربية السعودية، هذا بحد ذاتها مشكلة كان يجب المملكة العربية السعودية أن تتجنبها وأن تقوم بها من تلقاء نفسها. يعني لا يعقل أنها لا تدري أن هناك مجاعة وحرب في اليمن، يعني وهي من تقوده. الشيء الثاني أنه عندما تفرض أي دولة تفرض مثلا رسوم أو ما يسمى بالضرائب على المقيم والعامل، هناك أيضا حقوق لهذا المواطن، على سبيل المثال تأمين صحي وتعليم وسمح لهم بإنشاء يعني نقابات للمحافظة على أعمالهم وللدفاع عليها. وأيضا في الدول هذه التي تحافظ على تطلب من العمالة الضرائب والكذا، هناك أيضا دخل أدنى للأجور، وهذا لا يوجد في المملكة العربية السعودية. نحن ما زلنا نتعامل يا أخي في الدول العربية بنظام العبودية والجاهلية، يعني كفيل يقبض وحكومة تفرض رسومات، يعني ومقابل أنه هذا العامل بحد ذاته يقدم خدمات أصلا بمقابل، ولذلك يتم يعني أخذ المقابل الذي يعطونه له بطرق مختلفة، يعني من خلال نعم. الرسومات، من خلال الكفيل. ولذلك هذه إهانة للمواطن، هذه إهانة يعني للشعب السعودي وللحكومة السعودية، يعني أن يأخذ أن يتصرفون يعني دولة يجب يوجد على أراضيها الحرمين الشريفين وهي من تقود العالم الإسلامي كما يروج له اليوم، يعني أن تقوم أن تعامل المسلمين والجيران بهذه الطريقة، هذه إساءة للدين الإسلامي، إساءة للمملكة، إساءة للإنسان. يعني أن احنا أشكرك. في الدول العربية الإسلامية ما زلنا نتعامل مع العامل الشريف الذي يحاول إعالة عائلته بمنطق العبودية والجاهلية من خلال فرض رسومات أشكرك. ومن خلال أشكرك. وبدون مقابل. نعم، أشكرك جزيل الشكر الناشط السياسي الأستاذ إبراهيم قعطبي، كنت معنا عبر الهاتف من نيويورك. مشاهدينا الكرام، الآن نذهب لمتابعة هذه المادة المعلوماتية التي أعدها الزميل وديع عطاء عن المغتربين اليمنيين وتبعات فرض رسوم المرافقين والتابعين لهم، ومن ثم نكمل النقاش.
حياكم الله مشاهدينا الكرام. إذا تابعنا هذا المدى المعلومات التي لخصت مجمل التبعات للقرار المفروض على الرسوم للمغتربين في المملكة العربية السعودية. وأعود إلى جدة عبر السكايب مع الناشط الحقوقي والمهتم بشؤون المغتربين سلمان الشريف. سلمان، لا شك أن هناك ربما عشرات الآلاف من اليمنيين الذين لجأوا إلى المملكة العربية السعودية هربا من أو قسرا من الميليشيا التي ربما فجرت منازلهم أو اعتقلت أقاربهم أو لاحقتهم وأصبحوا بدون مأوى ولجأوا إلى المملكة العربية السعودية. الآن بعد أن فرضت هذه الرسوم، ما هو وضعهم؟ هل التقيت بالعديد منهم أو من هم الآن متواجدين في المملكة العربية السعودية؟ طبعا عشان أرد على الأخ اللي تكلم قبلي، إحنا ضروري إحنا لا نتحامل على المملكة العربية السعودية بهذا الكم من بعض الكلام، سواء هو أو غير كثير من الناشطين. طبعا المملكة العربية السعودية لأمانة مستضيفة أكثر من 3 مليون شخص يمني هم داخل المملكة من مغتربين ومقيمين ومن هم زيارات. أيضا القرار هو لا يشمل من دخلوا زيارة عائلية ومن دخلوا ولديهم هوية زائد، لذلك عدد كبير استثنوا. القرار هو من يشمل المقيمين الأساس، احنا نتكلم من المقيمين الأساس هو من هو موجود، هو عائلته ولديهم أقائم رسمية من قبل الأزمة وبعدهم موجودين بأقائم رسمية. هذو هم الشريحة التي يشملهم القرار بمقابل المالي اللي هي الرسوم الإضافية لتعليم الزيارة العائلية هوية زائر، هذو ما عليهم أي رسوم وما زالت أمورهم طيبة إن شاء الله. فلذلك عندما أتكلم عندما نتحامل على المملكة العربية السعودية، المملكة هي تعتبر إذا جئنا نتكلم بالحق والإنصاف طبعا أقل دولة، يعني إذا قالت الرسوم إذا كانت بهذه الرسوم، بينما نتكلم عن دول أوروبا وعن الدول الأخرى ومن الرسوم هي 25% أخذ الكثير. وأيضا هنالك للأسف الكثير الآن من هم يروجون الهجرة إلى كندا وما كندا، فمثل ما تتروج الإنسان ما عنده ولا بيده ولا عنده رأس مال ولا بيجيبه شيء، يسافر إلى بلد لا يعرف أحد فيها، هذا نعم. من المستحيل. سلمان، حتى لا نتشعب في الموضوع، سلمان حتى لا نتشعب في الموضوع، نظل في 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 هذه الجزئية. اسمح لي سلمان أن أشارك معنا من مأرب الناشط الحقوقي محمد الغليسي. أستاذ محمد مساء الخير. مساء النور العافية. مرحبا بك. الآن بعد هذا القرار سمعنا بأن ربما العديد من المغتربين اليمنيين عادوا إلى الوطن، أنت في مأرب هل لمستم عودة مغتربين تضرروا من هذا القرار؟ اهلا وسهلا بك وبجميع المشاهدين وبالضيف الكريم اخي. مرحبا بك. طبعا بلا شك ان قرار رسوم او رفع الخدمات على العاملين والوافدين في المملكه العربيه السعوديه شكل اثر سلبي على الحالات اليمنيه. كثير من المغتربين اليمنيين بداوا يحاولون الخروج باهلهم وعوائلهم وذويهم من المملكه العربيه السعوديه باتجاه اليمن. بلا نعم. شك هذا كان قرار اعتبره، يعني طبعا من حق اي بلد ان يفرض رسوم على اي مواطنين في بلده، لكن في المقابل يجب على المملكه السعوديه انها تراعي ظروف اليمنيين والجنسيات المختلفه التي لديها مشاكل في بلدها. نعم. الأصلي كاليمن وسوريا وغيرها. نعم، كيف سيتضرر أستاذ محمد من هم الآن في اليمن ومعتمدين ربما اعتماد كامل من أقاربهم المغتربين في المملكة العربية السعودية، لا سيما في ظل الآن الأزمة والحرب القائمة في اليمن؟ بلا شك، يعني كثير من اليمنيين، يعني أكثر من 1 مليون يمني أو 2 مليون يوجد في المملكة العربية السعودية كمقيمين يعملون بالمملكة العربية السعودية، إما بأهلهم أو يعني بأنفسهم فقط. ولذلك يعني هذا بالطبع التحويلات المالية كثيرة إلى اليمن من المغتربين، وبالتالي كثير من العوائل والسكان في اليمن سيتضرر إما بفعل الرسوم التي أضيفت على أهلهم وذويهم في المملكة، أو بالطبع أو حتى بخروج من يعولهم إلى اليمن. في كثير من الآن فكروا بالرجوع إلى اليمن. نعم. الكثير من المغتربين اليمنيين بدأوا يفكرون عن طرق أخرى غير السعودية. نعم أستاذ محمد، البعض يقول هو خيار طبيعي إذا يعني المملكة فرضت هذه الرسوم، إذن العودة إلى أرض الوطن. الآن مع هذا الحرب، مع هذه الأزمة، مع الأمراض المنتشرة، مع توقف كل الأعمال، كيف ستكون ربما الأعباء التي ستضاف في حال عودة هذا الكم الهائل من المغتربين في السعودية والتي كان يعتمد عليها من هم في الداخل بشكل مباشر؟
بلا شك أن التفكير بالمغتربين والوافدين الذين في المملكة العربية السعودية عندما يرحلون إلى بلدانهم الأصلية في ظل هذه الحروب بالنسبة لليمن، اليمنيين خاصة في ظل الحرب المستعرة في اليمن وفي ظل محدودية الموارد في البلد الأصلي وفي ظل الأوضاع المزرية الاقتصادية، بلا شك أنها تكون أكبر ضررها كثيرة على السكان الأهل وعلى المغترب نفسه لأنه يتحمل أعباء أكثر. لذلك بالنسبة للمملكة العربية السعودية هي الشقيقة الكبرى، ورجاؤنا فيها كيمنيين أنها تعمل معالجات خاصة للحالة اليمنية والحالة التي والحالة السورية، لأنها حروب، وإذا الدولة حتى يعني المملكة العربية السعودية هي من تقود مثل التحالف العربي الذي يقود حرب في اليمن ضد ميليشيا صالح والحوثي. نعم أستاذ محمد، في أقل من دقيقة فقط، يعني من جانب إنساني وحقوقي، ما هو الواجب الآن على المملكة العربية السعودية أمام اليمنيين لا سمح في هذا الظرف الصعب وفي ظل هذه الحرب والأزمة القائمة، وفي الأساس المملكة العربية السعودية تقود هذا التحالف في اليمن؟ نعم بالفعل المملكة العربية السعودية كالجارة الكبرى والشقيقة الكبرى والتي ينظر لها المسلمين عموما واليمنيين خاصة على أنها هي جملة المسلمين وهي الأخ الأكبر، رجاؤنا فيها كيمنيين أنها تقوم بمعالجات للحالات اليمنية، إما بتخفيض مثل هذه الرسوم أو بإلغائها على اليمنيين والحالات التي تشابه الحالة اليمنية. يعني أن الأضرار السلبية المترتبة على يعني على المشي في هذا الاتجاه، أن الأضرار السلبية تكون كارثية على المجتمع اليمني وعلى المغترب. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ محمد الغليسي الناشط الحقوقي، كنت معنا من محافظة مأرب، وعودة أخيرة إلى جدة عبر السكايب مع سلمان الشريف. سلمان، كلمة أخيرة نختم بها هذا الحلقة التي خصصنا على المغتربين، تفضل. أشكر الأخ محمد الغليسي، طبعا ألخص الكثير من الكلام اللي كنت أشتياق. طبعا احنا نطالب باستثناءنا مثلنا مثل جنسيات كثيرة إن شاء الله، احنا نطالب بلسان الكل، يعني الجنسية اليمنية السورية البرماوية أيضا الفلسطينية، هؤلاء الجنسيات لديهم ظروف استثنائية في بلدهم. طبعا المملكة العربية السعودية مملكة السخاء والعطاء، مملكة الإنسانية، أعتقد أنه لو وجد مسؤول يطالب ويوصل صوت ومعاناة الناس راح تلبيه، ودائما ما تقصر هي مع إخوانها اليمنيين. لذلك احنا دائما نتكلم عن وجود المسؤول. أيضا رسالتي أنا لمن هم خارج المملكة العربية السعودية، أتمنى أن لا يتحاملوا على المملكة أكثر من ذلك، لأن المملكة حرة في بلدها كي لا يؤثروا علينا سلبا، لأن كثير من الناشطين اتخذوا نظرة ضد المملكة العربية السعودية وأصبحوا يهاجموها، مثل هذا الكلام يضرنا نحن في الداخل. أيضا أنا أناشد سفارتنا، أناشد السفارة والقنصلية بمتابعة قضايا السجناء المتواجدين داخل السجن، لأننا نحمل أمانة بصراحة، وهنالك تقصير من قبل عدم وجود مندوبين إلا عدد أصابع لا يستطيعون يغطوا القضايا كامل. أيضا رسالة موجهة لفخامة الأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي أن يتحرك تحرك سريع ويحمل ملف المغتربين ويذهب به إلى الملك سلمان ويضعه بين يدي الرجل هذا، الملك الذي لا يظلم عنده أحد. وأيضا إذا لم يتفرغ لنا رئيس الجمهورية، نطالب نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر بأخذ الملف أيضا وتوجيه الأمير محمد بن سلمان، وإذا لم يطالبوا لنا فلذلك يقرأوا علينا الفاتحة، والله يكون بعوننا عندما نعود أشكرك. إلى أرض الوطن، وطن كالب عليه الجميع للأسف. أشكرك جزيل الشكر الناشط الحقوقي والمهتم بشؤون المغتربين سلمان الشريف، كنت معنا عبر السكايب من جدة. الشكر أيضا للناشط السياسي إبراهيم القعطبي كان معنا من نيويورك، والشكر أيضا للناشط الحقوقي من مأرب محمد الغليسي. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل ودي عطا، ومنتجة البرنامج الزميلة إلهام عامر، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقات جديدة من بين قوسين، حفظكم الله والوطن، السلام عليكم ورحمة الله.